أهلا بكم إلى هذه النشرة نستهلها بأبرز العناوين. رحلة إبراهيم المصري من طرابلس إلى العراق، هكذا أصبح الطباخ انتحاريا. هل يقود مصطفى بدر الدين وقاسم السليماني المعارك في درعا؟ تتابعون في النشرة اعتداء كوبنهاغن، شرطة تقتل المشتبه به، ونتنياهو يدعو يهود أوروبا للهجرة إلى إسرائيل. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم. مساء الخير. لم يمر خطاب الرئيس سعد الحريري في الذكرى العاشرة للرابع عشر من شباط من دون رد. وإذا كان السيد حسن نصر الله سيلقي كلمة غدا في ذكرى استشهاد قادة حزب الله، فإن النائب علي فياض رد على الحريري من دون أن يسميه، قائلا إن تهديد المشروعين الإسرائيلي والتكفيري ليس مجرد تخيلات، ومن لا يرى كل ذلك فهو غارق في الفئوية والحسابات الخاصة. غير أن الواضح أن الاتهامات والاتهامات المضادة لا تندرج في سياق تعطيل الحوار الذي يؤكد عليه الطرفان، ومن المرجح عقد جلسة جديدة منتصف الأسبوع المقبل. وفيما يتحاور تيار المستقبل وحزب الله، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مصطفى بدر الدين أحد المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو الذي يقود قوات حزب الله في معارك الجنوب السوري. وإذا كان الطاقم السياسي قد استغل الوضع الأمني للتمديد لنفسه في مجلس النواب، فإن تحديا انتخابيا جديدا يطل برأسه من جزين، حيث بدأت حملة مدنية لحث وزارة الداخلية على الدعوة إلى انتخابات فرعية في هذا القضاء الذي فقد نائبه الراحل ميشيل الحلو. قبل الدخول في هذه التفاصيل، نبقى مع حكاية شاب طرابلسي التحق بتنظيم الدولة الإسلامية، وهو ليس إلا واحدا من 150 شابا قاموا بالأمر نفسه منذ بدء تنفيذ الخطة الأمنية في المدينة.